Walimah sebentar lagi ya. Ada walimah sebentar lagi. Ilaika ya Rabbi ya alim bidhati sudur. Yahya bin Hasan. إليك يا ربي يا من لا تسير الأمور إليك يا ربنا أنت العفو الغفور إليك بهل الكسال مختار بدر البدور محمد الطهر ذي نور طمس كل نور وبالرضي الذي يسقي الشراب الطهور غدا من الحوض ما البعث يوم النشور وبابنة المصطفى زهر البتول صبور وبالحسن ذي زهيد في ملك دار الغرور وبالحسين الذي غدا رب أهل الفجور شهيد بالطفيفة اسم الرضا وسرور وراه قاتله يدعو في الهضاء بثبور نسألك بأهل الكساء يا ربي تكفي الشرور عادي كثرت القصيدة ما شاء الله عسى ما يصيبك العين نسألك بأهل الكساء يا ربي تكفي الشرور وانزل لنا الغيث يا ناس جناخل يسقي الذبور تحيا به الأرض يور والجدد يروي الدثور ووفق الحي منا وارحم أهل القبور تمت وصلوا على أحمد يا جميع الحضور وسلموا كل مال قمري سجع في الوكور تمت وصلوا على أحمد يا جميع الحضور وكلما سار حاد قاصد طيبه يزور اللهم صل افضل صلاتنا لاسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ومن اهل كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك اللهم صل افضل صلاتنا على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون اللهم صل افضل صلاتنا على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه وقرابات لنا في ديننا، مع للقتر أنثى وذكر رب صفة الله بلاح السلام قرب الرضا منك العيون، واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تدين، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. اجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد، الحمد لله رب العالمين. الفاتح لحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحمد لله وصحبه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليه وعليه أجمعين. ثم إلى أرواح البيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم بإحسان ليوم الدين، لا سيما الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وسيدنا فاطمة الزهراء وأخي إبراهيم الرضا، سيدنا الحمزة، سيدنا الحسن الحسين، سيدنا حمزة العباس، ثم إلى أرواح سيدنا علي، سيدنا عبد الله، سيدنا محمد باقر، سيدنا جعفر الصادق، سيدنا موسى الكاظم بن علي الرضا، سيدنا عيسى إسماعيل بن جعفر، سيدنا علي عريدي، سيدنا محمد النقيب، عيسى النقيب، سيدنا جل الله، أحمد عيسى بن عبيد الله، وعلي بن عبد الله، علي بن علي، وخلع عيسى مسيد العظم، الفقي المقدم، محمد بن علي بن سالتنا، الأبي علي، علي الغجوري، من أخواني، وابن علي محمد، مولى الدويلة، من قبل ثم الرحمن السقاف، وأوسو أفريه، عبد الله ذو الأسرى الكبار، وابن أبو بكر علي وأخواني، أبو بكر سكران، وابن علي، ثم إلى الحبيب علي بن عمر محضار، علي بن الرحمن، أحمد بن علي، شبر ما فخر الجيوش، أبو بكر بن سالم، علي بن سلم، مسلم أفريمة، عبد الرحمن محمد، مولى عائشة، يوسف بن عبد الحسن، أحمد محمد الحبشي، صاحب شعب القدر الرباني، ولقد أصبح لنا شعب القدر جيلاني، أبو شهن شادي، أبو بدر المغرب، ألمة المسجدين، فرح السلم، وفرح السلم، وفرح المحدثين، والفقهاء والعلماء العاملين ولطاعتك أجمعين. ثم إلى روح الحبيب أحمد محمد الحبشي صاحب شعيب درب عليه أبي يوسف بن عبد الحسني، ثم إلى قد بن أنفاس عمر بن عبد الرحمن العطاس الشيخ علي بن عبد البارس بن عبد الرحمن محمد بن عرشي، ثم إلى روح الحبيب قد بن إشاد لغة عباد والبلاد الحبيب عبد الله بن الحداد، ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد الحسن بن زيد بن زيد شيخ بن علي السقاف، ثم الحجيج السلام بن محمد الغزالي، ثم كافة الأولياء والصالحين من مكان وحالة أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغربها، ثم إلى أرواح أولياء تسعة وأولياء أهل البلدة، خصوصا صاحب الحضر المقام الحبيب جعفر مشان سقاف السيد الوارث سقاف وأسر المفعيمة، ومن حضر في هذا المجلس سابقا واحقا، من شرف بخور كرامة، من شرف قهب بنية، قهب بنية، من شرف بنية، من شرف التوحيد، ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، الله يتغشاهم بالرحمة وفرس من جنة، ويختم لنا ولكم السنافق العافية، وأن الله يمن علينا من العباد الصالحين، وتكرم علينا مثل ما تكرم عليهم، واتينا مثل ما أعطهم، بلغنا مثل ما بلغهم، لا يحرم الله بركاتهم، واكتبنا وإياكم في ديوانهم المحبين لهم والمحبوبين عندهم، ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا، فرج عنا كروبنا ويصلح قلوبنا، ويقضي حوائجنا ومطالبنا، ويسر أمورنا مع راحة لقلوبنا وابدلنا السلام والعافية في ديننا ودنيانا، يصلح لنا ويصلح النية والذرية، ويجعل الحاجات كلها مقضية دينية ودنيوية وأخروية، بجعل خيرية وشي مرضانا ويعافي مثلنا، خصوصا الحج سلامة، رزقنا وإياهم السلام والعافية تامة الظاهر الباطن الحسية والمعنوية، بجل الخير البرية، وصلح نفسنا أولادنا، واجعلنا وإياهم موفقين هادين مهتدين غير الضالين ولا مضلين، وعلى هدي النية من صالحة، ومن السلف ومن الآباء ومن هو الصالحون، ويحفظ الحجاج المسافرين وغزاة المجاهدين من المسلمين في البر والبر أجمعين، ورهم إلى بلدانهم سالمين ظافرين بخير الدنيا دين، ويا وعلى هدي النية من صالحة، ومن السلف من الآباء ومن هو الصالحون، ومن هو صاحب الوقت، ومن هو إمام الزمان في مدري الساعة والمناسبة، نويناه أما قصر وقصدنا ما طلب وطلبنا، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، يا كان عبد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمين، ربنا تقبل منه.